نرمينا آخر محطاتنا بهالحلقة الخاصة هي عن الأدب اللي هو مرآة لحياة الأوطان والشعوب وتوثيق لما جرى من أحداث وتوثيق لحكايات الأبطال والشخصيات. واليوم عم نحكي عن حرب تشرين التحريرية اللي تجلت على صورة قصائد وقصص وروايات تحيي ذكرى من ضحوا بأنفسهم دفاعا عن الوطن وعزته، وتتغنى بروح تشرين وتستنهض الأجيال للسير على نهجها. للإضاءة عن هالموضوع معنا اليوم طبعا محمد حوراني، رئيس اتحاد الكتاب العرب، لنحكي أكثر كيف جسد الأدب ذكرى حرب تشرين التحريرية. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا بكم، أسعد الله صباحكم وكل عام وأنتم بخير ووطننا بخير وجيشنا بخير أيضا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا نبدأ من العنوان الأبرز والأهم، كيف وثق الأدب والكتب اليوم ذكرى حرب تشرين التحريرية؟ نعم، بداية تحدثتم في بداية اللقاء وبداية التقرير عن أغنية سوريا يا حبيبتي، وهنا لابد من التأكيد على جانب مهم للغاية، وهو أن هذا النوع من الأدب، الأدب الإنساني الرفيع المرتبط بالبطولات المرتبط بالإنجازات، هو من أهم الأجناس الأدبية أو من أهم الآداب التي يجب أن تبقى حاضرة في أذهان الشعب وفي مخيلة الشعب، ولا سيما الشعب الذي عانى ما عاناه نتيجة العدوان، نتيجة الحصار، نتيجة الاعتداءات الصهيونية. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن الأدب، إذا أردنا أن نتحدث عن الأدباء، عن الشعر، عن الشعراء وحرب تشرين أو والأحداث بشكل عام، مثلا نحن جميعا نعلم ونعرف بأن شاعر بقامة الشاعر الكبير نزار قباني هو معروف بأنه شاعر الحب وشاعر الأمل وشاعر العطاء، ولكن عندما قبل أن تقوم حرب تشرين التحريرية كان الشاعر نزار قباني مصاب بما يشبه خيبة الأمل، حتى أنه نتيجة النكبة طبعا أو نتيجة النكسة، طبعا هم يحاولون تسميتها أو يسمونها بالنكسة للتخفيف من آثارها، ولكن هي حقيقة نكبة النكبات. فكان شاعر مثل نزار قباني يتحدث عن هذا الحدث المفصلي والهام والخطير جدا في حياة الشعب بأنه أثر عليه كثيرا، لا بل إنه كان يصف بأن العناكب قد جلست وقد أقامت على مخيلته وعلى عينيه ومنعته من كل شيء، بمعنى أنه أصيب بالإحباط نتيجة هذا الوضع، لا بل إنه كان يشعر نفسه بأنه لم يكن موجودا على قيد الحياة. وعندما قامت حرب تشرين، عندما قامت حرب أكتوبر 73، ما الذي فعله نزار قباني؟ ذهب نزار قباني، وهو الذي قال هذا وهو الذي وثق هذا، ذهب إلى النفوس لكي يسجل تاريخ ميلاده بهذا اليوم. لماذا يسجل تاريخ ميلاده بهذا اليوم؟ لأنه فعلا كان هو يوم مجيد بكل ما للكلمة من معنى، كان يوما أعطى للأدباء ما أعطاهم من زخم، من خزينة لكي تدفعهم للكتابة، لكي تحرضهم على هذا الفعل. وأيضا نزار قباني هو الذي قال: جاء تشرين يا حبيبة عمري، أجمل أو أحسن الوقت للهوى تشرين. إذن نحن نشاهد بأن الحالة قد تغيرت تماما، الحالة اختلفت تماما من حالة ألم، من حالة معاناة، إلى حالة ثبات، إلى حالة نصر، إلى حالة فرح، إلى حالة أمل بالواقع أو بمستقبل الأيام. أيضا عندما يتحدث، مثلا نحن هنا نتحدث عن شخصية سورية حتى نتعاطى مع الموضوع من كل جوانبه. أيضا عندما يتحدث توفيق الحكيم، وهو من هو توفيق الحكيم الأديب والكاتب المصري الكبير، ما الذي قاله توفيق الحكيم؟ قال: لقد عبرنا الهزيمة. هذا هو الجانب المهم للغاية من حرب تشرين، وكيف استطاع الأدباء توصيف هذه الحالة، وكيف اشتغلوا من خلال الشعب على التكريس لهذه الحالة، هذه الحالة من حالات الانتصار. أيضا قام مثل نجيب محفوظ، يتحدث أيضا نجيب محفوظ من خلال سلسلة مقالات كيف انتهت هذه النكبة، وكيف استطعنا نحن كمقاتلين أشاوس، سواء في الجيش الأول أو في الجيش الثاني، سواء في الجبهة الشمالية أو الجبهة الجنوبية، وطبعا هذا له دلالات كبيرة تدلل على الوحدة وعلى الاشتغال عليها من قبل الأدباء حتى في الحرب. هو لم يقل
بالجيش أو لم يتحدث عن جيش مصري وعن جيش سوري، وإنما كان يتحدث عن جبهة شمالية وجبهة جنوبية، وعن جيش أول وعن جيش ثاني. إذن هنا يأتي دور الأدباء في تكريس الحالة الوحدوية، في تكريس الحالة الإبداعية الحقيقية. هذا يمكن أن نقول عنه بأنه جزء من هذا الأدب، وقد تم الاشتغال عليه بشكل كبير ومهم للغاية. أيضا سليمان العيسى عندما يقول عند الشهيد تلاقى الله والبشر، إذن هي حالة من تمجيد هذا الفعل البطولي، هذا الفعل الإنساني بكل تفاصيله وبكل تفصيلاته التي يمكن نحن لنا الآن بعد قرابة 50 عاما من هذه الحرب أيضا أن نشتغل عليها لكي نوصف ولكي نشتغل بشكل دقيق أكثر على هذه المعركة. هذا فيما يتعلق بهذا الجانب. يعني دور اليوم الأدب بتوثيق هذه الحكايات والروايات والقصص الفردية لأبطال أيضا خلال الحروب، خلينا نقول اليوم قديه هي مهمة كمرجع للأجيال القادمة لمعرفة تفاصيل حكاية بطولة وعز وحفاظ على تراب الوطن. بالتأكيد هذا سؤال مهم وهذا جانب مهم للغاية، بمعنى أننا نحن لا يمكننا نهائيا أن نتحدث عن الماضي بمعزل عن الحاضر. لابد لهذا الماضي أن يلهمنا وأن نستشرف من خلاله المستقبل، المستقبل بالنصر. وهنا يأتي دور الأدب، بمعنى أنه عندما قامت حرب تشرين وتم الاشتغال عليها، مثلا نحن نذكر مثلا الروائي المعروف رحمه الله حنا مينا عندما كتب روايته المرصد، والمرصد نعلم جميعا بأنه كان هناك مرصد في جبل الشيخ للاحتلال الصهيوني أقامه وكان له تحصينات. حنا مينا اشتغل على هذه الرواية لفترة طويلة، بمعنى أنها لم تصدر تقريبا إلا سنة 1990، يعني بعد قرابة 15 سنة من حرب تشرين التحريرية. لماذا؟ لأنه كان يوصف جميع الحالات وكان يشتغل عليها لكي تبقى راسخة في الأذهان. نحن عندما أتت حرب تشرين، أتت حرب تشرين لكي تنهي حالة الإحباط الموجودة عند المجتمع أو عند الشعب العربي بعد أن أصابته النكبة المتمثلة باحتلال فلسطين، نكبة 48 ومن ثم ما سمي بالنكسة. فكان هناك لابد من حرب، لابد من حالة ما تعيد لهذا المواطن ثقته بنفسه. الآن اشتغل الأدباء على هذا الفعل، كرسوه من خلال إبداعهم. مثلا دكتورة نجاح العطار كتبت من يتذكر تلك الأيام، عبد السلام العجيلي كتب أزاهير تشرين المدماة. هناك رواية مهمة أيضا ومع الأسف لا يتم تسليط الضوء عليها، هي رواية الخندق لوليد الحافظ. وليد الحافظ يتحدث من خلال روايته من داخل المعركة، من داخل أرض المعركة، من داخل الخندق، وهو كان أحد المقاتلين في حرب تشرين التحريرية. لدرجة أن كاتبا مثل الدكتور نعيم اليافي رحمه الله يقول بأن هذه الرواية تصل إلى مصاف الروايات العالمية. إذا أيضا كوليت خوري، الأديبة الكبيرة كوليت خوري أيضا تحدثت عن هذا الموضوع. جمال الغيطاني الكاتب المصري المعروف تحدث. هذا الأدب بشتى اختلاف وجهات النظر فيه اشتغل على الكتابة وعلى تكريس هذه الحالة من أجل ماذا؟ لكي تبقى حاضرة وراسخة في الأذهان. الآن عندما نحن نطلع وعندما نحن نقرأ هذا الأدب لابد بأن يعطينا دافعا كبيرا باتجاه المقاومة، بمعنى أنه من بعد حرب تشرين التحريرية، من بعد قيام هذه الحرب، من بعد الأمل الذي أعطته هذه الحرب للمقاتلين، سواء من خلال المعركة بحد ذاتها، سواء من خلال الدبابات والطائرات التي أزلت للكيان الصهيوني في تلك الحرب، أو من خلال الأدب بشتى أصنافه وأجداسه، القصة، الشعر، المسرح، الرواية، أيا كان، كان هذا بمجمله شكل حالة نهوض واستنهاض للهمم عند أبناء الشعب. وبالتالي نحن نلاحظ بأنه من بعد حرب تشرين التحريرية لم يسجل هناك هزيمة كبيرة، بل كانت هناك انتصارات متلاحقة
جميع هذه الانتصارات كانت تستمد قوتها وتستمد ثباتها من حرب تشرين. مثلا أحداث 2000، انتصار المقاومة في 2000 في لبنان، انتصار المقاومة أيضا في 2006 2008 2009، أيضا الانتصار اليوم على الإرهاب هو أيضا في جزء كبير منه هو من تلك المعركة. ونحن اليوم نعم من حرب تشرين، ونحن اليوم أيضا يجب علينا أن نشتغل على أن نضع هذه الإنجازات التي يقوم بها الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب أيضا نضعها ونصنفها ونشتغل عليها أدبيا وإبداعيا، لأنه من خلالها يمكن أن نحافظ على بطولات الجيش. ويجب علينا جميعا أن نشتغل بكل ما أوتينا من قوة لكي نحافظ على هذه الدماء التي ضحى بها أصحابها وضحى بها أهلها من أجل أن نجلس في هذا المكان وفي هذا البلد، ضحوا بأنفسهم من أجل أن نبقى أحياء. صحيح. أستاذ محمد، حضرتك حكيت عن نقطة كتير مهمة، هي التوثيق وأهمية التوثيق يلي بتشكل ذاكرة لدى الشعوب. هناك آراء كتير بتكون عن زمن التوثيق، في أشخاص بيقولوا التوثيق خلال الحروب والأزمات هو أمر مهم، والبعض يقول بعد انتهاء الأزمات أو الحروب. حضرتك اليوم كمختص بهذا المجال مع أي رأي؟ وخصوصا نحن بالحرب السورية العديد من الأفلام والكتب الروايات كانت عم تحاول توثق الحرب السورية اللي عم نعيشها. هذا جانب مهم للغاية، هناك أكثر من وجهة نظر فيما يتعلق بهذه المسألة. يعني مثلا الحرب العالمية البعض اشتغل عليها من خلال كان معاصرا لهذه الحرب الروسية أيضا. هناك كتاب همنجوي يتحدث عن الحرب روائيا أيضا، يعني البعض يذهب بهذا الاتجاه والبعض يذهب بهذا الاتجاه. أنا وجهة نظري بأن أي من هذين الاتجاهين هو مطلوب، بمعنى أنه التقاطع بالمعنى. تماما، يمكن أن نحن من خلال الكتابة لمن عاصر الحرب ولمن عايشها أن نقاطعها مع من أتى في مرحلة لاحقة أو مع من كتب عن الحرب بعد انتهائها، من ثم يمكننا التأريخ لهذه الأحداث بشكل توثيقي أفضل وبشكل يعني يمكن أن نقول بأنه أقرب إلى الحقيقة. ولكن لا بد من هذا ولا بد من ذاك. يمكن أن تكون هناك بعض المبالغات أحيانا من خلال بعض الإنجازات الوهمية لبعض الأشخاص، ولكن أنا على قناعة مطلقة بأن هؤلاء يمكن أن تكون عندهم بشكل أو بآخر حالة مرضية، يعني وبالتالي يحاولون إظهار هذه البطولات الوهمية. ولكن من ذهب إلى أرض المعركة، من كان في أرض المعركة بالتأكيد هو ذهب إلى هناك وهو على قناعة مطلقة بأنه ربما لا يعود، وبالتالي هو شهيد حي، لابد أن يكون صادقا في كل أو في معظم ما يقوله. من هنا يأتي دور الأدب. نحن مثلا الآن في حرب في اتحاد الكتاب نشتغل على هذا الموضوع من خلال توثيق بطولات الجيش والشعب السوري من خلال الحرب الحالية الإرهابية التي شنت على سوريا. نحن نستمع إلى قصص من مقاتلين أو من عوائل شهداء كيف استشهد هؤلاء أو كيف أصيب هؤلاء، وبالتالي نشتغل على صياغتها بأسلوب أدبي. هنا لابد من بعض الإضافات الأدبية، ولكن نحن لا نضيف شيئا على حقيقة القصة الأساسية، يعني تبقى القصة بأساسها كما هي، وهذا ما يجب أن يشتغل عليه. الأمر الأول مطلوب والأمر الثاني مطلوب، ونحن عندما نشتغل على التقاطع فإنما هذا يمكن أن يوصلنا إلى الحقيقة أو إلى المعلومة الأقرب للصحة والدقة. نعم أستاذ، خاصة يمكن الأدب دائما هو مرآة لثقافة وتاريخ الشعوب. خلينا نقول اليوم فعلا مثل ما قلت يمكن في حكاية واقعية، معجزات خلينا نقول صارت خلال 10 سنين، يعني من حقهم ومن حق الأدب أنه يلقي الضوء عليها عبر روايات موثقة تبنى على أحداث واقعية وأبطال حقيقيين وجدوا في التاريخ، لتكون منارة للأجيال القادمة أيضا بظل يمكن الضياع اللي عايشين فيه من مواقع التواصل والمحاولة لتشويه تاريخ الشعوب. اليوم أديل الأدب عن جد عم بيحاول الحفاظ على تاريخ وثقافة الشعوب وخاصة بسوريا، لأنه كان في هجمة شرسة على تشويه التاريخ. نعم، حقيقة من الواجب علينا جميعا سواء كمؤسسات ثقافية
أو كأفراد بأن نشتغل على هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه عندما يتداعى جميع أبناء الشعب السوري تقريبا جميع أبناء الشعب السوري للدفاع عن أرضهم التي هي بمثابة أمهم فإنما يدافعون عنها من أجلنا نحن. وبالتالي فمن يقدم نفسه فداء لهذا الوطن من أقل القليل علينا أو من أقل الواجبات تجاهه أن نشتغل على توثيق هذا الإنجاز وهذه البطولات. بالتأكيد هو عندما قام بهذا الفعل هو لم ينتظر من أحد أن يقدم له وردة أو أن يقدم له كلمة شكر، ولكنه الوفاء الذي تعودنا عليه والذي جعلنا نمسك ونستمسك بأرضنا وندافع عنها. وبالتالي فنحن في عندما نعيش هذه الثقافة، ثقافة الانترنت وثقافة المعلوماتية وما شابه ذلك، هذه بالمناسبة هي أقرب ما تكون لذاكرة غبارية. صح. يعني بمقدار ما اشتغلنا على توثيقها فيمكن من خلال ضغطة زر أن ينتهي كل شيء. من هنا يأتي أهمية ودور المؤسسات الثقافية في التوثيق بشكل مكتوب، من خلال كتب، من خلال مخطوطات، من خلال ما شابه ذلك، من خلال أفلام أيضا لجميع هذه البطولات. إذن يجب علينا أن نتداعى جميعا، أن نتداعى إلى هذا الفعل، كل من خلال عمله وكل من خلال معرفته بالأشخاص وبالمقاتلين وبأولئك الجنود الذين ضحوا من أجل الوطن. وجميع المؤسسات الثقافية سواء كانت مؤسسات حكومية رسمية أو أهلية أو خاصة يجب أن تشتغل على هذا وأن تحيط به من كل جوانبه، لأنه كما قلت هو الوفاء لهؤلاء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن. خلينا نحكي مع حضرتك عن دور الكتاب والأدباء عبر العصور باستذكار المنجزات الحضارية أو حتى الانتصارات. حرب تشرين التحريرية أعوام مضت عليها، ولكن إلى الآن بنشوف بعض الكتاب ممكن يألفوا كتاب أو رواية أو حتى يعملوا فيلم مبني على كتب قديمة، مقاطعات ذكرناها. قديش مهم نحيي دائما هي الذكرى بمزيد من المنجزات الأدبية أو الثقافية؟ نعم، حقيقة أدب الحرب أو الحديث عن المعارك هو ليس بالأدب الجديد على ثقافتنا ولا على أمتنا. ذلك أننا نحن اليوم مثلا بعد أكثر من 1400 سنة نجد كتبا تتحدث عن المعارك سواء في الجاهلية أو في صدر الإسلام، أو حتى نحن من خلال المعابد، من خلال المتاحف، من خلال بعض القلاع الموجودة. يعني مثلا عندما يذهب شخص إلى قلعة دمشق لنفرض، أو إلى قلعة أو إلى مدينة بصرة أو إلى قلعة بعلبك أو إلى أي من هذه الأماكن، فإنما يجد في هذه الأماكن نوع من التصاوير، نوع من الرسومات، أنواع من الحفر. هذه الحفريات وهذه الرسومات توثق لمعارك كانت ربما حتى قبل الميلاد. وبالتالي فنحن أمام حالة قديمة متجددة. هذه الحالة هي تحاول التأريخ وتثبيت الأحداث من خلال هذه الأعمال التي يقوم فيها كاتب أو فنان أو أديب أو ما شابه ذلك. إذن نحن لماذا نقوم بهذا؟ نقوم به كما قلت من أجل الحفاظ على ذاكرة الأمة. هلا الآن ربما يقول شخص ولكن يمكن أن يشوبها الكثير من الأخطاء ويمكن أن يأتي فيها الكثير من الكذب والتدليس وما شابه ذلك. نعم هذا يمكن، وهذا يمكن لمن عاصر أو لمن كان متواجدا في المعركة أو لمن أتى فيما بعد، لأنه كما يقال التاريخ يكتبه المنتصرون غالبا. ولكن لابد من وجود أشخاص محايدين، وهذا يتوقف بشكل الأساسي على الأدباء، لأنهم يفترضوا أن يكونوا هم الضمير الحي وهم ضمير الأمة. عندما ينبر الأدباء، ينبر الكتاب، ينبر المثقف لكتابة هذه الأحداث، فإنما تكون هذه الأحداث أقرب إلى الواقعية وأقرب إلى الصحة وإلى الدقة.
بالتأكيد لم يكن حرب، لم تكن حرب تشرين هي أول الحروب التي تم الحديث عنها، لا، هناك حتى في الغرب يعني هناك ثقافة أدب الحرب موجودة بشكل كبير، وهناك من الناس المؤيدين ومن ينتقد هذا الأدب، ولكنه أدب موجود وهو أدب جدير بالقراءة وجدير بالوقوف عليه والتأمل بشكل كبير، لأنه من خلاله أنا قناعتي من خلال أدب الحرب يصنع المستقبل، ويمكن أن نستشرف المستقبل، ويمكن أن نبني كيف كانت هذه الأمة أبناء هذه الأمة يفكرون. نعم، نحن بنتشكرك أستاذ محمد على كل المعلومات والتفاصيل وكيف وثق الأدب، خلينا نحكي السوري والعربي بشكل عام، أن ذكرى حرب تشرين التحريرية. كل عام وأنت بألف خير، ودائما نشوف ذكرى الأبطال السوريين بالحفاظ على كرامة واستقلالية سوريا موجود وموثق بالأدب. شكرا لك. كل الشكر والتقدير لكم. أنا على قناعة مطلقة بأن سوريا ستبقى منتصرة كما انتصرت في حرب تشرين، وأن الأدب سيبقى منتصرا تماما كما كان هناك أدب تحدث عن الحرب، أدب عربي من خلال بعض الكتاب العرب، أيضا سيكون هناك انتصار أدبي ثقافي من خلال الأدب الذي سيكتب عن هذه الحرب التي شنت على سوريا. شكرا لكم. دائما يعول على دور المثقفين والأدباء بحفظ ذاكرة الشعوب. بدنا نتشكرك كثير السيد محمد حوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب، شكرا لوجودك معنا. كل الشكر والتقدير لكم، وكل عام وأنتم وشعبنا وقائدنا وجيشنا بكل الخير. وأنت بألف خير.